إلى مجلس الشعب. الزيارة هي لتدعيم التواصل الأخوي بين مصر والدولة الشقيقة البحرين. طبعا حرصنا بشكل عام أن احنا نزور النادي الأهلي. النادي الأهلي يعتبر من الأندية من عرق الأندية العربية والأفريقية، واللي بيضم نخب كبيرة أفرزها هذا النادي. طبعا هي الزيارة مجرد للتواصل مع النادي الشعب الأكبر جماهيريا، لو تكلمنا مو في مصر بل في الوطن العربي. فزيارتنا ليها لتوطيد العلاقات الأخوية بين مصر والبحرين، عشان تشوف تجربة النادي الأهلي الناجحة سواء في القوانين أو اللوائح عندها، وإن شاء الله تكون في تواصل ونطبقها عندنا في البحرين. هو الجماهير البحرينية بتعشق الكورة، طبعا في معظم الجماهير البحرينية هي عاشقة إلى النادي الأهلي المصري، وفي نفس الوقت بتشجع الأندية الأخرى المصرية. بس النادي الأهلي المصري طب مثل ما قلت لك ليه شعبية كبيرة عندنا في البحرين. الجماهير البحرينية بتتابع على طول النادي الأهلي مبارياته سواء الداخلية أو في البطولات الأفريقية، وبتدعم النادي كتشجيع بشكل كبير إلى القلعة الحمراء. النادي الأهلي المصري نادي عريق، نادي قديم، اللوح عنده إداريا طبعا احنا بنستنبط منها، بناخذ منها قد ما نقدر على اساس نطبقها عندنا في الرياضة البحرينية وفي الأندية البحرينية، خصوصا القوانين والتشريعات اللي هي واللوائح اللي هي أساس نجاح أي نادي. نبارك طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي، مجلس إدارة قوي، وأكبر دليل أن إنجازات النادي الأهلي تفوق إنجازات أي نادي في الوطن العربي أو على مستوى أفريقيا. أنا يعني شخصيا بنعشق النادي الأهلي، والوالد بحب النادي الأهلي، وجدي بعد في نفس الوقت بحب النادي الأهلي، عائلتنا كلهم بحبوا النادي الأهلي وبنتابعه من زمان. تابعت آخر مباراة كانت بين الأهلي والزمالك اللي فاز فيها 3-0، ومع الأسف لسبب ارتباطي مع الوفد ما قدرت أتابع مباراتهم السوبر، بس نهني النادي الأهلي على بطولة السوبر مع النادي المصري، وهي مشي جديد على النادي الأهلي. النادي الأهلي دائما هو بيحسم البطولات مثل ما عودنا، وإن شاء الله نتمنى إلى النادي مزيد من البطولات ومزيد من الرفعة اللي هي بترفع شأن الرياضة العربية وشأن الرياضة الأفريقية بشكل خاص. والله إحنا بالنسبة لنا يعني راح ننقل التصور هذا إلى المعنيين في مملكة البحرين، سواء إلى وزارة الشباب والرياضة أو المعنيين الداعمين دائما إلى الرياضة البحرينية، وعلى رأسهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نجل جلالة الملك حفظه الله ورعاه. احنا بنمثل الشعب البحريني في البرلمان طبعا، وبالعكس احنا راح ندعم هاي العلاقات بيننا وبين النادي الاهلي، ونتمنى تكون في زيارات اكثر بين المؤسسات الحكوميه او السلطات التشريعيه وايضا الانديه والمجتمعات المدني الى هذا النادي العريق. احنا يشرفنا ان